شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، تشكو الفئة الضعيفة المستفيدة من قروض في إطار برامج إعادة الإسكان من صعوبات في أداء الأقساط، أقساط الديون التي استفادوا منها بسبب ارتفاعها مقارنة مع مداخلهم الهزيلة. لذا نسألكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها في اتجاه تخفيف وطأة هذه الأقساط لتمكين هذه الفئة من سداد ما بذمتها، وشكراً.